السلام عليكم يا أطفال، كيف أصبحتم اليوم؟ اليوم سنتعلم رقماً جديداً بإذن الله. دعونا أولاً نعد الأرقام باللغة العربية من الواحد إلى العشرة. هيا بنا لنبدأ. واحد. واحد. اثنان. اثنان. ثلاثة. ثلاثة. أربعة. أربعة. خمسة. خمسة. ستة. ستة. سبعة. سبعة. ثمانية. ثمانية. تسعة. تسعة. عشرة. عشرة. هيا صفقوا لأنفسكم، رائعون. إذن عددنا لهذا اليوم هو سبعة. رحبوا معي بالعدد سبعة. 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 هيا بنا لنعد معا أشياء تحوي العدد سبعة. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. رائع، صفقوا لها سبع مكعبات. سبعة. سبعة. هذا هو العدد سبعة. سبعة. هيا بنا لنعد أشياء أخرى. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. رائع، سبع شجرات. سبع شجرات. سبع شجرات. سبعة. سبعة. صفقوا لأنفسكم. يا ترى كم جوهرة لدينا؟ واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. رائع، صفقوا لأنفسكم. سبعة. سبعة. هيا بنا لنلعب سوية. من يا ترى يخبرني أي مجموعة تحوي العدد سبعة؟ هل هذه هي؟ أم هذه؟ أم هذه؟ أم هذه يا ترى؟ هيا لنعد سوية. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. رائع، صفقوا لأنفسكم. ها هي، إنها تحوي سبع أقلام. سبعة. دعونا أيضا نلعب مرة أخرى.
أي مجموعة يا ترى تحوي العدد 7؟ هيا بنا فكروا معي، هل هذه هي المجموعة التي تحوي 7؟ لا. كم تحوي هذه المجموعة؟ 1. هل هذه هي؟ لا. كم تحوي هذه المجموعة؟ 1, 2, 3, 4. رائع، إذن ليست هي. أين هي يا ترى؟ هذه هي المجموعة التي تحوي العدد 7. نعد سوية. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. رائع، صفقوا لأنفسكم، إنها تحوي العدد 7. 7. 7. أي مجموعة يا ترى تحوي العدد 7؟ هل هذه هي؟ لا. هل هذه هي؟ لا. أم هذه يا ترى؟ لا. كم تحوي هذه المجموعة؟ 1, 2, 3, 4, 5. إذن ليست هي. أين هي يا ترى؟ هذه هي. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. رائع، صفقوا لأنفسكم، هذه هي المجموعة التي تحوي العدد 7. 7. 7. دعونا يا أحبائي نتعلم طريقة كتابة العدد 7. هيا بنا. خط أفقي، خط مائل. هيا مرة أخرى، خط أفقي ثم خط مائل.